ومن عدن ينضم إلينا الصحفي عيدروس الخليفي. أستاذ عيدروس، ضربة قوية للحكومة اليمنية، كيف يمكن تفسير قدرة داعش على استهداف المؤسسات الحكومية في عدن؟ نعم، بالتأكيد هذا التفسير هو الأكثر دموية منذ تحرير مدينة عدن من قبضة جماعة الحوثيين وقوات صالح. التفجير اليوم أشار عن مقتل، بحسب المصادر الطبية طبعا، أدى إلى مقتل 71 شخصا، العدد الجرحى ارتفع إلى نحو 100. هذا التفجير يأتي بعد يوم واحد من إعلان محافظ عدن، وهي العاصمة المؤقتة للبلاد، أعلنوا أن عدن باتت آمنة من أسماهم بالمتطرفين والمتشددين من عناصر التنظيم الدولة الإسلامية داعش وأيضا تنظيم القاعدة. هذا التفجير يعطي المتابعين قدرة على أن تنظيم الدولة قادر على أن يستطيع الضرب بعمق في المؤسسات الحكومية والمدنية داخل مدينة عدن باعتبارها المجمع الحكومي والرئاسي. طيب. أيضا يتواجد فيها. أيضا نحن نعرف أن قوات التحالف العربي تتخذ من عدن وأيضا من قاعدة العنب العسكرية إلى 60 كيلومتر شمال العاصمة عدن، تتخذ منها مقرا عسكريا وقاعدة جوية. نعم. هل المواقع العسكرية التابعة للتحالف العربي أكثر تحصينا من المؤسسات والإدارات الحكومية، أم أن هناك ثغرات أمنية يستغلها التنظيم لتنفيذ مثل هذه الاعتداءات؟ نعم، المراقبون يعزون ذلك الى الفشل الامني في بعض الاحيان، خصوصا الاستهداف ليس بالاول، هنا هذا يعد الاستهداف الرابع او الخامس لمعسكرات طالبي التجنيد، وهو الاكثر دمويه طبعا كما ذكرنا سابقا. هذا التفجير لا يعطي مبررا ربما للحكومه اليمنية هذه المره، خصوصا ان من تحدثوا من موقع التفجير تحدثوا انه لا وجود لاي احتياطات امنيه لحمايه طالبي التجنيد، وهذا بالتاكيد يعطي مبررا او قدره لتنظيم الدوله على استهداف مثل هذه المواقع العسكريه والمدنيه. بالنسبه لمعسكرات التحالف العربي بالتاكيد هناك احتياطات امنيه كبيره جدا، هناك انتشار قبيل الوصول الى هذه المعسكرات، هناك احترازات امنيه وهناك قدره عسكريه ربما للدفاع عن هذه المعسكرات. طيب، امام هذه التحديات الكبرى، هل يمكن ان تخطو الحكومه خطوات اسرع للمصالحه بناء على مقاربه كيري، والتي تعتبر داعش والقاعده عدوان مشتركان لاطراف النزاع في اليمن؟ بالتاكيد تصريحات وزير الخارجيه الامريكي جون كيري مع وزير الخارجيه السعودي والخروج بخطه حل شامله ربما هي استندت الى العمليه السياسيه بعيدا عن العمل العسكري، واعتبار ان تنظيم الدوله الاسلاميه وتنظيم القاعده هما العدو الرئيسي والمشترك بالنسبه للحكومه اليمنيه وايضا الحكومه الامريكيه. هذه التصريحات التي جاءت قبل يومين، هذا التفجير يعطي ربما مبررا للدفع بالعمليه السياسيه وعوده الاطراف المتصارعه الى طاوله الحوار لتفادي مثل هذا الانهيار الامني، وخصوصا في المحافظات اليمنيه المحرره. من عدن كان معنا الصحفي عيدروس الخليفي، شكرا جزيلا لك.